ازيكم؟ قبل ما نبدا الفيديو النهارده احب اقول لكم ان الفيديو ده مهم جدا ومفيد جدا وبيتكلم عن تطوير الخرسانه المسلحه والستيل فايبر. عارفه انه طويل بس اتمنى انه يعجبكم وتستفيدوا منه. هتلاقوا لينكات تحت بتوصلكم للي انتوا عايزينه في الفيديو بالظبط. قبل ما نبدا يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوز بتاعتنا اللي بتتكلم فيها عن الصناعه في مصر. يلا بينا. اختراعات كتير حولت حياه الناس ونقلت عيشتهم للافضل، وهي ديت فكره الاختراع، ان هي تنقلنا من مرحله لمرحله احدث، زي ما التليفون المحمول حل محل التليفون الارضي، والمصباح الكهربائي حل محل ضوء الشمس والقمر، والسياره حلت محل العربيه الحنطور. الاختراع اللي هنتكلم عنه النهارده ليه علاقه بقطاع البناء والتشييد، وزي ما انتم عارفين معظم منتجات نصار جروب ليها علاقه بالقطاع ده. الكلام ده كله هيدور حوالين تقويه الخرسانه، اللي من غير تطويرها المستمر ما كناش قدرنا نبني العالم، ما كناش قدرنا نبني بنيه تحتيه قويه وناطحات سحاب ضخمه. المنتج ده هو الستيل فايبر او شرائح السلك لتسليح الخرسانات، ويعتبر بديل حديد التسليح في بعض قطاعات البناء. واحنا كنصار جروب خبراء صناعه الستيل فايبر والمصنع المعتمد الوحيد في الشرق الاوسط وافريقيا بخبره تمتد لاكثر من 30 سنه على ايد المؤسسين مجاهد نصار وفتح اللو، وبنصدره للدول الاوروبيه والامريكا ولبعض الدول العربيه، وقدرنا نسجل اسم مصر في المشاريع اللي بتتنفذ في الدول دي. انا ريان فتح اللو عضو مجلس اداره نصار جروب. هناخد فاصل ونرجع تاني. محاولات تطوير عمليات البناء بدأت منذ بدء الخليقة، والدليل على ده كل الآثار والمباني التاريخية اللي موجودة لحد دلوقتي اللي بتشهد على تاريخ الحضارات القديمة دي. في البداية نحب نوضح مكونات الخرسانة نفسها، وهي عبارة عن مية ورمل وحصى وأسمنت، وفي أواخر القرن ال19 أضافوا إليها الحديد واتسمت بالخرسانة المسلحة. تاريخ الخرسانة بيعود لأكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، لما بدأوا سكان حضارة وادي السند باستخدام خرسانة طينية لبناء الهياكل. ومن أيام الرومان، يعني من أكثر من 2000 سنة، بدأوا يستخدموا خرسانة طينية حديثة كمادة بناء، ومن ساعتها بدأت تظهر معالم عمرانية حديثة وجميلة. الخطوة المهمة في تطور الخرسانة بدأت لما قام المهندس البريطاني جون سميتن بصناعة أول أسمنت حديث سنة 1756 المعروف بالأسمنت الهيدروليكي، وهو ده اللي بنستخدمه لحد دلوقتي واللي بيتصلب بمجرد مزجه بالمية. وفي سنة 1854 اتبنى أول بيت بالخرسانة المسلحة في العالم، وكان بيت خدم لأن وقتها شكل الخرسانة كان غير مقبول اجتماعيا، واللي بناها البريطاني ويليام ويلكنسون، وأضاف لمكونات الخرسانة قضبان حديد مسطحة وأسلاك حديد. وفي سنة 1875 بنى الأمريكي ويليام وارد أول بيت خاص في أمريكا بالخرسانة المسلحة، وحاول يخلو شكله شبه البيوت الحجرية علشان يكون مقبول اجتماعيا. هو الجميل في القصة أنه بناه بالخرسانة علشان مراته كانت بتخاف من النار، والمعروف أن مقاومة الخرسانة للنار أفضل بكتير جدا من الخشب. فكرة حديد التسليح اللي موجود لحد دلوقتي ظهر سنة 1867 ببراءة اختراع البستاني جوزيف مونير، لما قرر يصنع فازات الزرع بالخرسانة بدل الطين والخشب، ولاحظ ان الفازات اللي متصنعة بالخرسانة ضعيفة فأضاف إليها شبك حديد، والفرق كان ملحوظ جدا في القوة والتماسك. وفي أواخر القرن ال19 تم تطوير حديد التسليح، وما نقدرش نقول ان الفضل يعود لشخص واحد لأن ساهم في تطويره كتير، وكل ده بيوضح تطوير قطاع البناء والتشييد اللي دايما مرتبط باكتشاف وتطوير الخرسانة المسلحة. ودلوقتي الخرسانة تعتبر أكتر المواد استخداما بعد المية. الخرسانة المسلحة أنواعها كتير، وموضوعنا النهاردة عن الخرسانة المسلحة بالفايبر وبالأخص الستيل فايبر، وهو عبارة عن أسلاك حديد متصنعة بمقاسات ومواصفات معينة وبتتخلط في الخرسانة. الفكرة دي مش جديدة، بالعكس دي موجودة من أيام القدماء المصريين من أكتر من 2500 سنة قبل الميلاد، وكانوا بيستخدموا شعر الحصينة في المونة والقش في الطين. الفكرة دي رجعت تاني سنة 1900 ولكن استخدموا الأسبستس فايبر، وزي ما عرفنا قبل كده ان تم حظر مادة الأسبستس، فبدأوا يدوروا على طرق تانية يصنعوا بيها الفايبر ويدوروا على خامات جديدة، فبدأوا يستخدموا الحديد والإزاز والبلاستيك، ولحد دلوقتي في أبحاث بتتعمل في المجال ده. الستيل فايبر بيتصنع بانواع واشكال مختلفه، واحنا في نصار جروب بنصنع ثلاث انواع، وهم الاند هوك ستيل فايبر، الكروجيتد راوند ستيل فايبر، والكروجيتد سيجمنت ستيل فايبر. الانواع دي بتتصنع بمقاسات ومواصفات مختلفه، وده بيرجع لتصميم الخرسانه والحمل اللي هيتعرض لها.
تصنيع الستيل فايبر مش سهل زي ما ناس كتير فاكرين، لان كل نوع وكل مقاس وكل مواصفه بيحتاج حديد مختلف، وبيتم عمل اختبارات واخذ عينات من مصانعنا كل 5 دقائق لاختبار السمك والطول ومقاس الهوك ومقاس التعريج وقوه الشد والاستطاله للستيل فايبر ومطابقتها بالمعايير العالميه. وكمان كل سنه بيجي خبراء ومتخصصين من اوروبا عشان يعملوا اختبارات لكل انواع ومقاسات الستيل فايبر، وبيتم عمل اختبارات للخرسانه داخل معامل اوروبيه للتاكد من جوده منتجنا داخل الخرسانه وللحصول على شهادات الجوده وشهادات السي اي مارك، ونكون معتمدين في العالم كله، ولان المنتج ده له علاقه بسلامه البنيه التحتيه وسلامه الانسان لازم تختار منتج موثوق فيه، واحنا العالم كله بيثق في منتجنا وجودته لان سلامه الانسان اولويه لنصار جروب. تعالوا معانا نشوف الانتاج والمعمل ونرجع تاني. السؤال هنا، ليه العالم مش مكتفي بحديد التسليح؟ وليه دايما بيدوروا على طرق أفضل لتسليح الخرسانة؟ الإجابة هنا هي التشققات اللي أكيد كلنا شفناها في الأرضيات الخرسانية وفي المباني وفي الأعمال الصناعية واللي بتحتاج لصيانة دورية. بس قبل ما نخش في التفاصيل، أكيد كتير بيسألوا إزاي أصلا الرومان كانوا بيستخدموا الخرسانة بدون تسليح، وليه ما نبنيش زيهم ونوفر كل الكلام ده؟ وإحنا هنجاوبكم على السؤال ده. الفكرة في التصاميم الرومانية اللي بتديها قوة هي الأرك أو النص دايرة اللي بنشوفها في معظم تصاميمهم. الفكرة دي بتديها قوة لأن هي بتبقى عكس شكل الشد اللي بيحصل للخرسانة، لكن الشكل ده مش قوي زي ما احنا فاكرين، لأن هو عامل بالظبط زي البيضة، لو ضغطنا عليها كلها مرة واحدة بعزم واحد مش هيحصل لها حاجة، لكن لو خبطناها من حتة واحدة زي ما بنعمل في البيضة هتتكسر كلها. وعلشان نحمي الشكل دوت لازم يكون في كذا أرك ورا بعضه، وده برضو اللي بنشوفه في تصاميمهم، لكن ما كناش هنوصل للجمال المعماري والتطور المعماري اللي احنا فيه دلوقتي بدون تسليح. علشان نعرف ازاي الستيل فايبر حل مشكلة التشققات لازم نعرف التشققات دي بتيجي ليه اصلا. الخرسانة بتتعرض لعملية compression وtension أو ضغط وشد، بمعنى لما يبقى فيه حمل فوق للخرسانة، الخرسانة بتبدأ تضغط من فوق وتتشد من تحت، عملية الشد دي بتبدأ تسبب في تشققات. وعشان كده في الأغلب حديد التسليح بيتحط في الطبقة السفلية للخرسانة الأرضية، لكن التربة متحركة فالتنشن والكمبريشن اتجاهاتهم ممكن تتغير، فعشان كده لازم برضو يبقى فيه طبقة علوية لحديد التسليح. الستيل فايبر حل المشكلة دي تماما لأنه قدر يوصلنا للتسليح ثلاثي الأبعاد، بمعنى أنه موجود في كل حتة، فقدر يخلي الخرسانة تتحمل أي أحمال متحركة. مشكلة تانية مهمة جدا حلها الستيل فايبر هي مشكلة انكماش الخرسانة مع تغيير درجات الحرارة، بمعنى أنه حل مشكلة غرف التبريد تماما، لأن درجة الحرارة لما بتنزل من 20 فوق الصفر ل 28 تحت الصفر بيحصل انكماش عنيف جدا للخرسانة. والمعروف عن الحديد انه بيتاثر بالبروده اسرع من الخرسانه فبينكمش اسرع، فبيحصل حاجه اسمها هولد بريكنج، بمعنى ان الحديد بينفصل عن الخرسانه وبيبدا يحصل تشققات. اما بقى الستيل فايبر ففضل حجمه الصغير وان هو منتشر في الخرسانه بقى رايح جاي مع الخرسانه، وبكده الصبه كلها بقت بتتحرك مع بعض وما بقاش يحصل تشققات. ميزة مهمة جدا للستيل فايبر ان هو قدر يوصلنا ان احنا نعمل ارضية خرسانية بدون فواصل، بمعنى ان انا مش محتاجة اقسم الارضية زي ما بعمل مع حديد التسليح. فمثلا اكبر بلاطة لحديد التسليح بتبقى 6 متر في 6 متر، لكن باستخدام الستيل فايبر انا ممكن اوصل بالبلاطة 50 متر في 50 متر. فتخيل كده مشكلة الانكماش اللي بتحصل في غرف التبريد، انا ممكن اعمل الغرفة كاملة من غير اي فاصل، فبنلاقي الارض كلها بتتحرك مع بعض وبترجع تاني مع بعض. من مميزات الستيل فايبر هي التوفير، حرفيا التوفير في كل حاجه. ولو حد بيتفرج دلوقتي قال ان سعر الستيل فايبر اغلى من سعر الحديد، هقول له ما ينفعش تحسب التكلفه من عامل واحد بس. فمثلا فرق سعر الستيل فايبر والحديد حوالي 20%، لكن انا دلوقتي هشرح لكم لو عملنا الخرسانه بالطريقه الصحيحه هنحسب التكلفه ازاي.
اولا احنا بنستخدم في الستيل فايبر حوالي 25 ل 40 كيلو في المتر المكعب، لكن مع الحديد بنستخدم من 80 ل 120 كيلو في المتر المكعب، وده معناه ان احنا بنستخدم 3 اضعاف الحديد في نفس المساحه. حاجه تانية ان احنا لما بنستخدم الستيل فايبر سمك الخرسانه بيبقى 17 سنتي، لكن مع الحديد بيوصل ل 20 سنتي، وده معناه ان احنا وفرنا زلط ورمل واسمنت. حاجة تانية مهمة جدا هي توفير الوقت، لأن المشروع اللي بياخد شهر مع حديد التسليح ممكن ياخد 10 أيام مع الستيل فايبر، وطبعا توفير العمال لأن المجهود مع الستيل فايبر أقل بكتير جدا مع حديد التسليح، وده معناه إن الستيل فايبر أسرع وأسهل وأقوى من حديد التسليح. من مميزات الستيل فايبر انه خلى الخرسانه الكتروستاتيك كوندكتيف، بمعنى ان الخرسانه بقت بتسحب الشحنه الكهربائيه الساكنه من اي اجسام وتوصلها للارضي، يعني احنا ما بقيناش محتاجين ارضيات انتي ستاتيك فلورينج او ارضيات مضاده للشحنه دي. ايه هي الالكتروستاتيك الكتريستي؟ هي الشحنه الكهربائيه الساكنه، واكيد كلنا مرينا بيها واحنا صغيرين لما كنا بنيجي جنب التلفزيون بعد ما بيتقفل وبنلمسه فبنحس كده بنغمشه، ولو جه اي حد يلمسنا هيتكهرب كهربا خفيفه. وكمان هعمل لكم حاجه برده عمليه اكيد كلنا بنعملها واحنا صغيرين، ان احنا لو جبنا بالونه وعملناها على اي قماش او اي حاجه كده تمام، وبعد كده جبنا قصايص ورق وعملناها كده تمام، اللي بيحصل دوت ايه؟ هو ده الالكتروستاتيك الكتريستي، واللي عملته دوت حاجه اسمها الكتروماجنتيك فيلد. كتر الشحنه ديت بتبقى خطر جدا وبتبقى منتشره جدا في المصانع المتطوره والاماكن اللي فيها اجهزه واجهزه اشعه زي المستشفيات، وكمان بتتكون بحركه الانسان، ولو جه اي حد عنده الالكتروستاتيك الكتريستي ديت مجرد ما بيلمس اي حاجه فيها كهرباء هيتكهرب. وجود الشحنة دي ممكن يأثر على حياة الإنسان وممكن يأثر على عمر الأجهزة ويدمرها، وكمان ممكن يسبب في ماس كهربائي أو حريق، علشان كده لازم يكون في أرضيات مضادة للشحنات دي تقدر تمتصها وتفرغها، وكمان العمال لازم يكونوا لابسين لبس مضاد للشحنات دي. ميزة الستيل فايبر إنك لما بتسلح الأرضية بيه وبتوصل سلك كهرباء بالأرضي جوه الخرسانة بتقدر بالطريقة دي تخلي الأرضية تسحب الشحنات الثابتة ديت من أي أجسام وتوصلها بالأرضي، وبكده الخرسانة اللي كانت مقاومتها عالية للكهرباء باستخدام الستيل فايبر مقاومتها بقت أقل وبقت بتفرغ الكهرباء. الفكرة ديت بتوفر ملايين للمصانع وبتحمي حياة الإنسان بنسبة كبيرة، وفعلا الطريقة ديت متنفذة في مصر ومتنفذة في مصانعنا. اكتشاف ان الستيل فايبر قدر يخلي الخرسانه موصله للكهرباء خلت البروفيسور كريستوفر تاون يكتشف ان هو يقدر يسخن الخرسانه ويتحكم في درجه حرارتها بمجرد ان هو يوصلها للكهرباء، وبالطريقه ديت يقدر يسيح الجليد. الفكره دي فعلا مدهشه، لان الجليد في الطرق يعتبر من اهم الاسباب لحوادث السيارات في الخارج، والتخلص منه تكلفته عاليه جدا ومرهقه جدا، لكن بالكوندكتيف كونكريت نقدر نسيح الجليد ونبخر الميه بكل سهوله. وفعلا في تجربه اتعملت في ولايه نبراسكا بان هم غطوا جزء من الكوبري بالكوندكتيف كونكريت ووصلوه بالكهرباء، وخلوا لما درجه الحراره توصل ل 35 تحت الصفر يبدا يسخن لحد ما يوصل لدرجه حراره 55 فوق الصفر والكهرباء تفصل لوحدها. الطريقه دي فعلا افضل واوفر طريقه لتسييح الجليد، واكيد في المستقبل كل الارضيات الخرسانيه هتكون معموله بالطريقه دي، لانها كمان طريقه امنه جدا زي ما قلنا قبل كده. وبكده نكون وصلنا لخرسانه شامله خواص كتير ووفرت لنا الوقت والمجهود والفلوس، وكمان في ابحاث قريتها بتتكلم عن طريقه استخدام الخرسانه اللي متسلحه بالستيل فايبر لتدفئه البيوت بنفس الطريقه اللي استخدمناها لتسييح الجليد. ناس كتير فاكره ان الستيل فايبر زيه زي المايكرو فايبرز مثلا الجلاس فايبر او البوليبروبلين، ودي معلومه غلط، لان الانواع ديت ليها استخدام تاني خالص غير تسليح الخرسانه، وهي تقليل التشققات بسبب البلاستيك شرينكج، وديت بنحتاجها لما بتكون الخرسانه لسه مبلوله، بمعنى ان لما الخرسانه بتبدا تنشف والميه بتبدا تتبخر بتبدا تسيب فراغات جوه الخرسانه، الفراغات ديت بتسبب في تشققات على سطح الخرسانه. دور المايكرو فايبرز ان هي تملى الفراغات ديت وتمنع التشققات، لكن ملهاش علاقه خالص بقوه الخرسانه ومقاومتها. نوع تاني من الفايبر وهو الماكرو فايبر، وده بيبقى شكله شبه الستيل فايبر،
تقريبا نفس المقاس لكنه متصنع من البلاستيك الخام وفعلا بيستخدم لتسليح الخرسانة، لكن السؤال هنا هل هو أفضل من الستيل فايبر؟ أولا أنا ضد أي حاجة متصنعة بالبلاستيك. ثانيا الستيل فايبر أصلا صديق للبيئة لأنه بيخلينا نقلل استهلاك المواد الخام اللي هي الحديد ونقلل استخدام الخرسانة. أما بقى الماكرو فايبر فهو فعلا للتسليح، لكن مشكلته إن تأثيره بيبدأ لما التشقق بيوصل لنص ملي وبعد كده يبدأ يمنع التشقق إن هو يكبر، لكن الستيل فايبر بيمنع التشقق أصلا من البداية وكمان بيمنع إن هو يكبر من البداية. فعشان كده الأرضيات اللي مستخدم فيها الماكرو فايبر بنلاقي فيها التشققات أكتر وأكبر من الأرضيات اللي مستخدم فيها الستيل فايبر. حاجة تانية مهمة جدا للستيل فايبر إنه مقاوم للحريق والمتفجرات وبيفضل محافظ على خواصه الميكانيكية لحد درجة حرارة 400 مئوية، وبتبدأ تقل بالتدريج لحد ما توصل للمالتنج بوينت بتاعه وهي 1500 درجة مئوية، وده معناه ان الخرسانة بتفضل قوية ومتماسكة ضد اي حريق ومتفجرات، وعشان كده يفضل استخدام الستيل فايبر في المنشآت العسكرية والانفاق. اما بقى الماكرو فايبر فبيفضل محافظ على خواصه الميكانيكية لحد درجة حرارة 50 مئوية ويخسر من 40-50% من قوته ويبدأ يقل بالتدريج لحد ما يوصل للمالتنج بوينت بتاعه وهي 160 درجة مئوية، وده معناه ان هو مش مقاوم للحريق. لكن ده مش معناه ان اللي بيستخدم الماكرو فايبر غلط، لان ده بيرجع لتصميم المشروع وايه اللي انت عايزه بالظبط من الخرسانة عشان تقدر تحدد انهي فايبر بالظبط هتستخدمه، يعني ممكن تكون مش محتاج في المشروع قوة ومزايا الستيل فايبر ومكتفي بأنواع تانية. على قد ما استخدام الستيل فايبر اسهل بكتير من استخدام حديد التسليح من حيث الوقت والمجهود، على قد ما هو مهم جدا ان احنا نستخدمه بالطريقه الصحيحه. عشان كده لازم نتعامل مع شركات مقاولات او شركات ارضيات موثوق فيها علشان نقدر نوصل لاعلى جوده للخرسانه. يعني مثلا ابسط حاجه، لو خلط الستيل فايبر بالخرسانه اتعمل غلط كل حاجه بعدها تبقى غلط والخرسانه هيبقى ملهاش لازمه. وافضل حاجه هي ان الخلط يكون في الموقع نفسه، ولازم دايما نتجنب فكرة اللومبينج او الكلكعة لان دي ممكن تدمر التصميم كله، لان وزن الستيل فايبر في المتر المكعب هيكون غلط لان التوزيع مش كويس. وعشان كده احنا قدرنا نحل المشكلة دي في نصار جروب باننا نعبي الستيل فايبر مرصوص، وفعلا مشكلة اللومبينج اختفت والتوزيع بقى احسن، وده بيدل على اننا دايما بنحاول نستثمر في منتجاتنا لارضاء عملائنا. تعالوا دلوقتي نشوف الطريقة الصحيحة لصب الخرسانات بالستيل فايبر. في نهاية الفيديو ده عايز اقول قد ايه انا فخورة بكل اللي الدولة المصرية بتعمله من نهضة في قطاع البناء والتشييد لبناء مصر جديدة، بتستخدم فيها تكنولوجيا حديثة بتعتمد على منتجات مصرية خالصة وعمالة مصرية مخلصة، مع تشجيع الحكومة الدائم والمستمر للمصنعين على ضوء قرارات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة المقومات لتوطين الصناعة في مصر لبناء الجمهورية الجديدة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا كل يوم معلومة جديدة عن الصناعة في مصر وكل يوم معلومة جديدة عن منتج من منتجات نصار. كان معاكم ريان فتحي اللو، سلام عليكم.